هاي كيف هون؟ إذا كنت جادة لقناتي، أنا اسمي راما من نجيب، بدرس سنة ثالثة طب بشري بجامعة دمشق، وهي قناتي على اليوتيوب. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك لهذا الفيديو إذا عجبكم، وتعملوا شير للفيديو ليصل لأكبر عدد من الناس. بالفيديو اليوم بدي جاوب على كل أسئلتكم يلي سأليني إياها على صفحتي الطبية. إذا ما كنتوا بتعرفوا، أنا عندي كذا صفحة على إنستغرام. صفحة منهم هي صفحة طبية بنشر عليها معلومات طبية وتحفيز لدراسة الطب، وبشكل عام يعني مسيرتي من خلال طريق يعني مسيرتي بطريق الطب. وهيك بعرف انه لساتني السنة الثالثة تقريبا نص المشوار، بس حابة اشارك كل خطوة من الطريق معكم. وبهي الصفحة حتى حنقرب تقريبا نصير 50,000 متابع او فولوور. كتير شكرا كتير كتير لكم، بحبكم كتير. ولهذا السبب حاعمل فيديو جاوب فيه على كل اسئلتكم، لانه انا دائما بيجيني اسئلة على هي الصفحة، وللاسف ما بقدر لحق ارد على كل شيء. وكمان لانه على صفحتي الثانية اللي هي رامو اندرسكور منجد اللي كلكم بتعرفوها. فبلا ما اطول عليكم اكثر، خلينا نبلش بالفيديو. تمنيتي معرفتي قبل دخول كلية الطب. هلا بعرف انه كثير في ناس بيقولوا انه الطب صعب، لا تفوتوا لا تفوتوا. انا سمعت هالحكي يعني، بس انه ابدا ما اخذته بعين الاعتبار. فالشيء اللي بتمنى لو كنت بعرفه انه صدق هدول العالم، انه مو قصة ما نفوت الطب، بالعكس انا ما ندمانة ابدا، وبالعكس من يعني اكثر قرار صح يمكن اتخذته. بس الفكره انه وقت حدا يقول لنا انه شغله صعبه، هو ما عم يحكي هيك تخويفا، وما عم يحكي هيك لانه ما بده يانا نفوت، بس لانه الطب عن جد شيء صعب وما له شيء سهل. بالنهايه نحن حنتعامل مع ارواح بشر، فانه نفوت ونحن بنعرف قد المسؤوليه اللي نحن بدنا نفوت عليها، وبعدين نقدر بعدين نعمل قصارى جهدنا او نبذل اكثر شيء عنا لنقدر نحقق اللي بدنا اياه، بس نحن نكون عارفين على شو فايتين. فبس هي الفكره اللي عندي اياها. درستي بكالوريا بلبنان، ولما رجعتي على سوريا عدلوا علاماتك. انا ما درست بكالوريا بلبنان، درست تاسع عشر حادي عشر بلبنان، وبعدين رجعت على البكالوريا قدمتها بالشام، بعدين قدمت على السنه التحضيريه، وبعدين انا هلا طب بشري. فهذا هو الطريق اللي انا اتخذته، ما قدمت بكالوريا بلبنان. اذا حدا مقدم بكالوريا ببلد عربي او اجنبي وهو كان سوري، فيعتبر سوري غير مقيم، فلهم مفاضله غير، معدلات غير، ويمكن لازم يجمعوا 97% و 99% ليقدروا يفوتوا، وعندهم يمكن بدهم يدفعوا مبلغ معين. صراحة ما بعرف كثير تفاصيل، فإذا بدكم تعرفوا تفاصيل أكثر شوفوا موقع وزارة التعليم العالي. يعني أنا دائما بيجيني هيك أسئلة، بس عن جد يا ريت فيني فيدكم، بس ما عندي فكرة عن هالمعلومات هي. هلا كل المصطلحات الطبية بتدرسيها بالإنجليزي. هلا مثل ما الكل بيعرف إنه نحن بسوريا يمكن هي الدولة الوحيدة اللي بتدرس الطب العربي، يمكن هي وبلد ثاني، فنحن كشرح بندرسه بالعربي، بس كمصطلح كل شيء مصطلحات عربي وانجليزي، واوقات لاتين. يعني لازم يكون في انجليزي، يعني حتى مثلا بالتشريح تقريبا 35% من الاسئله بالانجليزي بتكون. بالنسج او الهيستولوجي نفس الشيء. بالنهاية الطالب اللي بيطلع دارس طب بسوريا هو بيعرف كل المصطلحات الإنجليزية، طبعا إذا دارس عن جد يعني بيعرفهم بالإنجليزي، بس بيبقى عليه إنه الشرح اللي هي كلمات عادية بسيطة، إذا كانت لغته نوعا ما جيدة بيقدر يمشي لحاله ببلد برا، فيعني ما في أي مشكلة من هاي الناحية. طريقة لحفظ الأدوية وأسمائها وكيف أقدر أركز في المحاضرة. هلا أول شيء الأدوية، أنا هاي المادة عندي إياها سنة ثالثة، فلسه ما بعرف، بخبركم بوقتها. ومشان إنه تركزوا بالمحاضرات، هلا هو كثير بيلعب دور إنه على حسب الدكتور وعلى حسب الشرح على حسب المادة، يعني كثير في عوامل. بس إذا ما قدرت تركزوا بالقلب المحاضرة، نحن هلأ صرنا بعصر يعني الانترنت، وكل شيء موجود على اليوتيوب، وكل شيء موجود على مواقع معينة فيكم تدرسوا منها، فما عاد هالشي متعطل على المحاضرة. بس تحديدا ليش اخترتي الطب؟ صراحة هذا السؤال بده فيديو كامل يعني عنه، لأنه كثير في أسباب بتخلي الواحد إنه يفوت طب، سواء كان بتناسب شخصيته أو بتناسب أهدافه بالحياة أو كثير أشياء. أنا بالمناسبة عملت فيديو عن سلبيات وإيجابيات الطب، يمكن يساعدكم شوي بجواب عن هذا السؤال، فإذا ما شفتوه شوفوه، ححط لكم إياه فوق أو بصندوق الوصف، أو فيكم بس تشوفوه على قناتي عادي، تفتحوا القناة وتعملوا تكتبوا سلبيات وإيجابيات الطب، راما المنجد وبيطلع لكم الفيديو. ممكن تعملي فيديو عن المواد اللي بتاخدوها بالجامعة، شرح مفصل. هلا أنا كل سنة عمر فيها عم أعمل فيديو عن هذا الموضوع. هلا عملت عن البكالوريا أول شيء، بعدين عن السنة التحضيرية، والسنة الثانية إن شاء الله بدي أعمل لكم فيديو عليها، وبس خلص السنة الثالثة كمان إن شاء الله بعمل لكم تعريف بالمواد أو
مواد الفصل الاول والفصل الثاني اللي اخذتهم، فاكيد يعني ترقبوا هيك فيديوهات. كله بيسالني عن اللغه الانجليزيه، انا حجاوب هلا جواب مختصر، وكمان انا عامله فيديو بس ما انا منزل على قناتي، فبس اكتبوا رامان نجد لغات بيطلع لكم او تعلم لغات. انا متعلمه اللغه الانجليزيه من المدرسه، فكثير بس في عوامل ثانيه ممكن تساعدكم، مثل تطبيقات، مثل انه تسجلوا معاهد، مثل انه تسمعوا بودكاست او قصص مختلفه، فشوفوا هذاك الفيديو بفيدكم كثير يعني، وفيه شرح مفصل. قديش راحت القلب سنين يعني. هلا اول شيء كثير بيجيني كمان هذا السؤال فحجاوب عليه هيك من الاخر. اول شيء في 6 سنين طب بشري مع السنة التحضيرية، يعني سنة تحضيرية زائد 5 سنين طب بشرية اللي هلا هن صاروا 6. بعدين عنا اختصاص جراحة قلبية، في عنا اول شيء 4 سنين او لا 2 سنين جراحة عامة، بعدين 4 سنين جراحة قلبية، يعني صاروا 6، يعني 6 زائد 6 12، ف 12 سنة تدرسوا طب لحتى تكونوا جراحين قلبية. شو التخصص اللي رح تدرسيه؟ أنا الصراحة لهلا ما قررت شو التخصص اللي بدي إياه، يعني لسه كتير بكير، نحن بالسنة الرابعة لنبلش نفوت على المشافي واستاجات وهالقصص ونعرف شو هن الاختصاصات المتنوعة والمختلفة اللي فينا نفوتها، فهلا كتير بكير إنه أقدر جاوب على هيك سؤال، لسه ما بعرف معلومات كتير عن كل اختصاص وشو أكثر شيء بيناسبني وبيناسب الساعات أو الوقت اللي أنا بدي أحطه أو اللي بيناسب شخصيتي أو وين بدي أختص، فكتير كتير في عوامل مختلفة، وما فيكم تسألوا طالب طب لساته بنص الطريق أو هيك إنه شو الاختصاص اللي بده يختصه، لأنه غالباً للسنة السادسة ليقرروا يعني، فإنه لسه كتير. في مرة ندمتي إنك دخلتي طب؟ صراحة فترة الامتحانات بالطب البشري كتير بتكون صعبة، كتير كتير، يعني خلال السنة كلها بتكون حلوة، بندرس محاضرة محاضرتين باليوم، بنروح مع رفقاتنا، بنفطر بالجامعة، بناكل، يعني حياة الجامعة كتير كتير حلوة، بس بفترة الامتحانات بتكون يعني ساعات دراسة متواصلة جدا جدا جدا، يعني شي 12 ساعة أو 13 ساعة باليوم لحتى الواحد يقدر يلحق، ومع هيك ما بيطلع هالمعدل الواو يعني، فكتير كتير لازم أتعب فترة الامتحانات، فكله بيقول إنه يا الله ندمت إنه فتت طب بشري بفترة الامتحانات، بس بعدين إنه لا أكيد لا، يعني كتير قرار ما بندم عليه أبدا. قديش المفروض تاخذ معك محاضرة 30 صفحة؟ ومنين تشتري ثيابك؟ ضلي بخير. اوكي اول شيء شكرا كثير. مشان الثياب انا عامله فقره عن الثياب على الانستغرام، يعني كل المحلات اللي بجيب منها وكل الستايلز المفضله عندي وهيك، فشوفوها كمان، شوفوا الانستغرام تبعي تابعوه لحتى تعرفوا اكثر. بس مشان المحاضرات هلا ما في وقت معين، يعني هلا اول شيء الواحد كقراءه محاضره تقريبا 30 صفحه بدها شي ساعه قراءه مع فهم تقريبا يعني، بس انه اذا اخذت معكم اكثر او اقل مو معناتها هذا الشيء غلط، بس كحفظ حفظ نظامي مع انه خلص يعني دراسه امتحان بظن بده وقت اكثر من هيك. شلون تردي على التحطيم؟ يعني بيقولوا لك انه صعبه 7 سنوات تدرسي، الناس تتخرج وانت عينك على الدراسه. هلا هذا السؤال كثير ناقشت فيه عالم وتوصلت للنتيجه انه نحن هلا عم ندرس كطب 6 سنين، أول شيء 6 و7 6، بس إنه مهم كدراسة هن 6 سنين، العالم تتخرج ب4 سنين، مع إنه مو كلهم يعني، في مثلا طب أسنان وصيدلة وهندسة وهدول 5 سنين، بس المهم نحن عم ندرس 2 سنين زيادة عنهم، بس هن بهدول 2 سنين بيكونوا عم يدوروا على شغل، لساتهم عم يشتغلوا شغل كتير بدائي، لساتهم كذا، وبعدين نحن عنا 4 من 4 ل 6 سنين اختصاص، هو هذا شغل، فكمان حيكون نحن شغلنا بالاختصاص نوعا ما يعني بدائي وهيك، بس فعليا لما نحن نصير عن جد نشتغل ونصير عنا مثلا ان شاء الله عياده او نشتغل بمشفى او شيء، دغري من اقلع، ما هن بيكونوا بالفتره اللي نحن عم نختص فيها وعم نجيب مصاري وعم نشتغل، بيكونوا هن لساتهم عم يدوروا على شغل، لساتهم عم يبنوا حياتهم، لساتهم عم يبنوا شغلهم ياخذوا تجربه، فيعني فعليا هي بتصفي نفس الشيء، وبالعكس يعني الطب طريقه مضمون اكثر، فانا هذا جوابي على هذا السؤال. اين تكمن صعوبات الطب؟ انا اسمي دعاء، اول شيء اهلين فيكم، كثير بحب لما تقولوا لي مين انتم وهيك وكون هيك من بلدان مختلفه، كثير كثير بحبكم. هلا صعوبات الطب انا حكيت عنه بفيديو تبع سلبيات الطب البشري وهيك، بس اكيد كميه الدراسه الكبيره يمكن تكون هي اكبر صعوبه يعني موجوده. اجمل لحظه مريت عليكي في دراستك للطب؟ احلى شيء صراحه اللحظه اللي عرفت فيها انه طلع لي طب بشري بعد السنه التحضيريه، لانه السنه التحضيريه كثير كانت صعبه، فانه بس هيك دقت لي رفيقتي وقالت لي انه طلعنا طب بشري وهيك، عن جد انه ما عاد صدقت من قد ما انبسطت، فيمكن هي كانت اجمل لحظه، وان شاء الله هيك انتم كلكم اللي حابين تفوتوا طب بشري ان شاء الله هيك بتعيشوا هاي اللحظه. شو التخصص لعلاج مرض السرطان؟ في تخصص اسمه اونكولوجي او الاورام، فبظن بهذا التخصص بيكونوا بيتعاملوا مع هذا المرض تحديدا، و
وعلاجه وكل هالقصص، يعني في هيك تخصص. لو يرجع فيك الزمن تدرسي طب بشري وبتنصحي الطلاب المقبلين على الجامعات انه يدرسوا طب؟ حأنهي الفيديو بهدول السؤالين لانه يمكن الفيديو كثير صار طويل. بس كأنصح الطلاب انه يفوتوا طب بشري، انا بنصح حدا يفوت كل شيء. اول شيء بنصح حدا يفوت الشيء اللي هو بيحبه وبتناسب مع شخصيته وبتناسب مع البيئه اللي هو فيها. يعني إذا حدا كتير بيحب الرسم، حدا كتير تفكيره كرياتيف، ما بيحب الطب البشري بخاف أو كذا، يعني مو ضروري إنه يفوت طب بشري. يعني من النهاية الواحد فيه أبدع بفروعة تانية أكيد، بس نفس الوقت إنه أنا كواحدة دا عم أدرس هلأ طب بشري أكيد كتير بحبه وأكيد بنصحكم فيه، بس لازم إلكم إنه هو شيء صعب، لازم إلكم إنه كتير حتضغطوا على حالكم، كتير حتسهروا، كتير حتتعبوا، كتير حتبكوا، بس أكيد شيء بيستاهل. يعني إن شاء الله نلاقي نتيجة تعبنا. فكمان ناحية إنه بنصحكم أو لا، إذا أنتوا هذا الشيء بتحبوه حاسين انه ممكن تبدعوا فيه فاكيد فوتوا، يعني اكيد بنصحكم. وان شاء الله يكون هذا الشيء هيك يعطيكم طاقه ايجابيه انه تتحمسوا وتشتغلوا على اهدافكم وتحاولوا تحققوها وهيك. فهي كانت اسئلتكم، لسه في كثير اسئله بس حاولت اجاوب على اكثر اسئله مطروحه، وان شاء الله يكون هذا الفيديو عجبكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. قولوا لي تحت انتم بالتعليقات شو عم تدرسوا هلا، اي سنه بالجامعه او مدرسه او شو حلمكم، وان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي بفيديو جديد. باي.